متابعي في الجولد كوم، اهلا بيكم في لايف جديد. النهارده هنتكلم عن ابرز المباريات اللي حصلت النهارده في الاتحاد الكروي، اللي كان فيه مباريات يعني ممكن تكون مهمه جدا واهم في البعض، زي مثلا اهم مباراه الدوري الانجليزي النهارده بنشوف توتنهام وخساره في ديربي لندن، ومورينيو بقى لغز محير للبعض كتير جدا. النهارده كمان اليونايتد اتغلب بنفس النتيجه على في ملعب واتفورد، واتفورد اللي كان زي ما بقول كده بيشيل من ناس كتير جدا النهارده جات لفوق على اليونايتد. اليوفي كمان النهارده بيتغلب من لاتسيو في الرياض وبيخسر السوبر الايطالي بنتيجه 3-1. هنتكلم بجد شديد عن المباريات دي عشان اعرف ان في ناس قاعده تتفرج علينا وكمان مستنيه ماتش ريال مدريد اللي هيبدا حوالي كمان 7 8 دقائق. انا مهاب نبيل ومعايا محمد اسامه. ازيك يا اسامه؟ ازيك يا مهاب؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ نبدا بالدوري الانجليزي. مورينيو ايه حكايته بقى؟ يعني بقى بعد ما قلنا خلاص هو كان مريح بقاله سنه ونص وهيجي بقى مع توتنهام عنده سكواد، هو قال ان هو مش محتاج لعيبه فنار وسكواد هيساعده. النهارده في ديربي لندن زي ما احنا كتبنا عندنا على السايت النهارده ان توتنهام ما جاش الديربي النهارده. هو للاسف توتنهام جه الديربي بس جه مع تشيلسي، يعني بيلعبوا بالظبط. يعني شفنا الفريق بيدافع من نص ملعبه، وده اول مره نشوف توتنهام كده. عنده لوكاس موا وهاري كين وديري الي وسون. انا لو عندي الاربعه دول يعني ههاجم وماليش دعوه بالباقي. شفنا مورينيو بيلعب بخطه 4-2-3-1 بس مش بالشكل المعتاد، لا هو بيلعب بالخطه دي دفاعيا بشكل اكبر. بنلاقي لوكاس موا وسون بيدافعوا ومنضمين للاثنين بتاع نص الملعب سيسوكو ومش عارف مين التاني كان بيلعب النهارده وايك دايا، ف اربعه وقدامهم ديري الي ما لعبش غير ماتشين من ساعه ما مورينيو جه. الناس بتقول ان نفس الاربعه اللي كانوا بيلعبوا مع بوتشيتينو قبل كده هم موجودين، سواء لوكاس مورا او سون وهاري كين ووراهم اريكسن، خلاص ما عادش موجود فدلوقتي بيحط سيسوكو، ولكن الناس مش فاهمه ان التوظيف اختلف، تحرك الثلاثه من تحت اريكسن بالظبط. يعني انت هاري كين دلوقتي بقيت تشوفه في نص ملعب توتنهام اكتر ما بتشوفه قدام. هاري كين ده لعيب الناس كلها عارفه ان هو في البوكس اخطر، يعني اخطر مهاجم في العالم تقريبا مع ليفاندوفسكي وسواريز طبعا. بس فهو حتى الخطوره اللي بيشكلها هاري كين ما بقتش موجوده، لان هاري كين ما بقاش جوه الصندوق او حتى قريب من 18 عشان يشوط. الخطه حتى تشيلسي النهارده مش عايزين طبعا نقول ان سوق توتنهام هو اللي ادى الماتش لتشيلسي، لا تشيلسي النهارده كان بيلعب اداء كويس جدا متوازن. ويليان كان نجم الماتش مش عشان جاب اجوان، لا كان نجم الماتش بشكل كبير وكان تقيل جدا وكان ممكن يجيب الهاتريك. هو محرك اداء النهارده في تشيلسي بالظبط. مفيش يعني مفيش حد مثلا ممكن نقول ان هو اللي تسبب في هزيمه توتنهام، تمام، بس اعتقد مورينيو شيل 60% من نتيجه الماتش. يعني عشان نقفل صفحه مورينيو زي ما الناس مش هنطول على الناس، توتنهام مش هيخلص من الاربعه الاوائل زي ما مورينيو وعد اول ما جه؟ لا اعتقد الموضوع صعب، ولو مورينيو فضل مكمل بالتشكيل اللي هو ماشي بيه ده هيبقى الموضوع صعب عليه. كمان النهارده في حاجه، تشيلسي بقى اكتر فريق يفوز في ديربيات لندن، تمام، كان متعادل مع ارسنال النهارده ف يعني بيبطش. كمان عمل ريكورد على مورينيو بالظبط. طيب لو احنا جينا النهارده اليونايتد، النهارده يعني حالته ما تصورش اكتر من توتنهام بالظبط. النهارده شفنا يعني لغز، انت بتكسب ديربي مانشستر باداء في ملعب الاتحاد، بعد كده الكيرف في النازل. النهارده بتلعب واتفورد زي ما قلنا في بدايه المقدمه ان كان واتفورد بيشيل من الناس كلها، النهارده جات له الفوق على اليونايتد. كمان ايه الجوال؟ يعني الجول الاولاني دخية اعتقد هيزعم من نفسه كتير كمان، بيشوف الجول ده يعني ما بتجيش في حراس مدارس. والجول الثاني تاكلينج من بيساكا، يعني ما تعرفش ليه الاستعجال اللي جاله في ايه مشكله يونايتد؟ طب هتخلص على ايه في الاخر؟ هو يونايتد بتحس ان هو ايه لازم يعشم الناس شويه، هو مستواه من اول الموسم وحش، تمام، ما فيش كلام عليه. هو بيعشم يعني الماتشات اللي كسبها توتنهام ومانشستر سيتي والماتش اللي قدمه قدام ليفربول، هو بس حماس انك بتلعب فريق كبير. يونايتد لو عدينا دلوقتي الفرق الكبيره بالنسبه للاداء مش بالنسبه للاسم والتاريخ، يونايتد مش هيبقى من ضمنهم. هتلاقي تلات اربع فرق طبعا لسه، وليفربول ومانشستر سيتي وممكن معاهم تشيلسي شويه، تمام. وولفرهامبتون بيقدم اداء احسن من مانشستر يونايتد كتير جدا بمراحل. يونايتد ناقصه ايه؟ لا يونايتد ناقصه كتير. يونايتد محتاج يغير سولشاير. سولشاير اثبت فشله مع
مع الفريق من ماتشات كتير قدام. هو بس ممكن اللي اجل اقالته شويه ان هو كسب في المباريات الكبيره كلها هو ما خسرش. بالظبط هو كسب الديربي وبعدها كسب مورينيو، فان هو يكسب مورينيو اللي هو جه مكانه فده بيثبت بقى ان هو احسن. فخلاص يعني حتى الجماهير بعد ما كانت بتشتمه ابتدت احنا جامدين واحنا ما انا بتكلم انا هتفضل المعادله كده لحد اخر السيزون، يكسب له ماتش جامد فيقعد يخسر قدامه ثلاثه اعتقد لا اعتقد لو فضل مكمل في الاداء ده قبل هو داخل فتره داخل في سيتي في ارسنال في ليفربول تمام يعني اعتقد مش هيكسب يعني مش هيكسب يعني هو لو فضل بيخسر بالاداء ده مش هيكسب ماتشات كبيره تاني تمام بس فالحل ان سولشاير يعني لا اما بقى يسيستم دماغه من جديد لا اما يمشي ويجي مدرب تاني بوكوتينيو قاعد مستني على النت ممكن على تليفون قاعد مستني لا اما فالفيردي لا اما سولشاير اتمنى يكون فالفيردي لو نقفل صفحه البريمير ليج ونروح النهارده كان في الحدث السوبر الايطالي بيتلعب في الرياض النهارده شفنا ماتش جامد جدا بس لاتسيو كان ليه الابر هاند على اليوفي النهارده اداء يعني ممكن تقول كان متوازن في الشوط الاولاني لحد لا تحس ان سيموني انزاجي مدرب لاتسيو كان قاري اليوفي قوي هو كسب بنفس النتيجه اصلا من شهر لو تفتكر الشهر من الشهر اللي فات كسب في روما بالثلاثه برضو على حساب اليوفي تحس ان تساري ما استفادش حاجه من الماتش بتاع روما والنهارده سيناريو مكرر يمكن باداء احسن واللعيبه حافظه هي تعمل ايه قدام اليوفي رونالدو حاول كتير هو وديابالا ولكن الفرقه بره الاثنين دول بحس كانت غايبه هيجواين مش موجود دوغلاس كوستا حتى اتاخر عليه كمان في التغيير نزل اخر ربع ساعه شفت النهارده السوبر ايطالي ازاي لاتسيو فريق كبير جدا مش واخد حقه في ايطاليا بشكل كبير لقوه اليوفي ممكن نقول لاتسيو ده مثلا اتلتيكو مدريد ايطاليا تمام فريق بيوصل وبيعرف يكسب فرق كبيره وبيقدم كره واقعيه جدا وعنده اللعيبه تشيرو موبيلي هو هداف الدوري عنده اللعيبه اللي تساعده ان هو كاتالدي لعيبه جامده بالظبط يعني عنده اللعيبه اللي تساعده ان هو ممكن ينافس على الدوري بس ما بينافسش هو راضي واللعيبه تحسها بتسمع الكلام يعني ما بيقدوش اكتر من اللي بيطلبه سيموني انزاجي بالظبط يعني ما عندهمش حماس او حاجه انا عايز اكسب انافس على الدوري انا عايز ماتش بعكس نابولي يعني انا شايف لو لاتسيو او نابولي لاتسيو ينافس اكتر على الدوري تمام والسنه دي هنشوف منافس جديد اللي هو انت اعتقد برضه ان في الاخر مش هيبقى يعني اتمنى ان هم يكملوا لاخر السباق ما يعملوش زي الفريق اللي قبل كده ويوفي يكسب فيبقى في منافسه للاخر مش مهم مين يكسب يوفي او انت لاتسيو النهارده قدم اداء كويس جدا تمام. بواقعيه شديده عارف ان هو بيلعب ديبالا ورونالدو وجوين ممكن يخطف في اي وقت بالظبط فلعب على الهجمه المرتده كويس الكوره اللي بيبدا لما بيبدا اللعب ما تحسش الدنيا صعبه بعكس لاعبي يوفي اللعيبه بتلاقي بعض بسرعه انما يوفي الكوره مثلا مع رونالدو خلاص رونالدو ما قداموش حل لا اما يباصي ديبالا لا اما حل فردي ويشوط انت سبقتني في النقطه دي كنت لسه اسالك هل ما فيش كيمياء ما بين ساري ورونالدو يعني تحس ان رونالدو متأيد في تشكيله اليوفي حريته في الملعب مش زي اللي كان مديها له قبل كده مثلا زيدان في ريال او المدرب اليوفي السابق فاكرني كان اسمه أليجري يعني زي ما كان مديها له أليجري هل ساري بيطلب من رونالدو اللي هو رونالدو ما يقدرش يعمله دلوقتي ولا ايه بالظبط لا بالعكس انا شايف ان ساري لسه بيجرب كتير في التشكيل ما عندوش تشكيل ثابت رونالدو ما بنشوفوش يعني بتشوفه ماتشات بيلعب مهاجم وماتشات بيروح على الجناح رونالدو دايما مش الاثنين اللي معاه في الملعب مش ثابتين ديبالا مش طول الوقت اساسي انا احساسي ان ممكن لو فضل ديبالا يجوين رونالدو بيلعبوا وقت اطول اظن هيبقى فيه كيمياء شويه مع نص الملعب ما فيهوش اسماء ثابته احنا على يناير لسه في اكتر من كام ماتشات يعني خلاص احنا دخلنا في مراحل الحسم هو سايب يجرب كتير ودي مشكله هو محتاج يثبت بقى هو كل ما يثبت يلاقي مشكله فبيحاول يحلها ان هو يغير لدرجه ان هو في ماتش غير رونالدو اللي هو رونالدو كان ومديها 70 تقريبا بالظبط يعني انت بتعمل ايه فهو لسه محتاج يظبط الدنيا وده هيجي على شكل الفريق شويه بس اعتقد ان الفريق لو اندمج او ثبت في خط النص تشكيل وثبت قدام تشكيل وابتدى الفريق يلاقي كيمياء مع بعض ورونالدو ثبت مركزه اظن ان هو مش هينفع يلعب على الجناح تاني هيتعب رونالدو بقى مفيد جدا جوه الصندوق شفنا الجون كده الدول 20 جابوا ماشي بالظبط وفضل واقف مستني الكوره تجيله يعني هو بيعجزنا كل موسم بجول زي ده بالظبط
رونالدو محتاج ان هو يبقى جوه الصندوق اكتر، محتاج يوصل للجون. اي نعم تسديداته من بره بتبقى قويه، بس مش بقوه رونالدو اللي احنا عارفينه في ريال مدريد وفي مانشستر وفي المنتخب البرتغالي. هو نص المنتخب بالظبط، يعني تشوف رونالدو في المنتخب ماتشات هاتريك ماتشات جونين، فبيأدي بأداء كويس. احنا بنقول ماتش ريال مدريد، ماتش مدريد بدا بقاله 3 دقايق بالظبط. لو هناخد شويه بس هنتكلم مثلا على الدوري الاسباني قبل ما نطول على الناس. بالظبط. برشلونه كسب امبارح، حط ريال مدريد برده في موقف ضغط، خلاص هو بطل الشتاء خلاص. برشلونه انت طيب فايق الاهداف خلاص، حتى لو ريال مدريد كسب النهارده في اي ماتش على ملعبه. النهارده ريال مدريد عنده ماتش قدام بلباو، هيكسب ولا يخسر؟ بلباو ماتش يعني صعب، برغم ان ريال مدريد اخر 19 ماتش ما خسرش من بلباو على ارضه غير ماتش واحد. بس دايما ماتشات بلباو بتبقى مش متوقعه، سواء مع برشلونه او مع ريال مدريد او اي ماتش في الدوري. اعتقد ان التشكيل اللي بيبدا بيه زيدان النهارده هو واقعي شويه، بيريح فيه لعيبه وغير اثنين قدام. انا الماتش اللي فات كان بادئ جنب بنزيما بيل واسكو، ريح الاثنين وحط رودريجو وفينيسيوس. انا شايف عشان تلعب قصاد بلباو لازم يبقى فيه سرعه وفيه لياقه. بيل الحاجه اللي جت بتميزه السرعه واللياقه ما بقتش موجوده. اسكو لعب الماتش بتاع اللي فات ماتش جامد جدا قصاد برشلونه، وقدم اداء كان في الشوط الاول احسن لاعب في لعيبه ريال مدريد. بس اسكو خلاص تحس ان هو في الشوط الثاني البدن بيقل جدا بالظبط. رودريجو وفينيسيوس ممكن يكونوا بيكملوا بعض شويه، فينيسيوس مهاره بتاع وجود بنزيما بالظبط، مع وجود بنزيما كمان في فرص ان ريال مدريد يبقى احسن. وعنده بيل وعنده اسكو بقى، ممكن لو احتاجهم في وسط الماتش هيبقى عندهم لياقه شويه، ويكون لعيبه بلباو لياقتها اقل، فيقدروا يعملوا فرق لو ريال مدريد احتاجهم. وبس يعني اظن يعني الماتش مش بالصعوبه على ريال مدريد ويقدروا يحققوا الفوز. هنشوف دلوقتي هتخلص عليه عشان ما تقولش على الناس ونروح نتفرج على الماتش. احنا بنتاسف ان احنا مش هنقدر نقرا كومنتات الناس، عشان بس في ماتش شغال ومش ناس كتير حتى ممكن تكون متابعانا والناس بتتفرج على الماتش. فده كان لايف في الجول النهارده، ما طولناش عليكم، كان نفسنا نقعد معاكم اكتر بس شايفين ظروف الماتش والدنيا. فشكرا لكم، شكرا يا مولانا، شكرا يا استاذ حامد.